الله. يعني كشفتي اليوم هذا الندوة القيمة هنا بدار الثقافة اللي أطرها المجلس العلمي بمدينة المحمدية. وصراحة هاد المحاضرة ديال اليوم اللي لقاها الأستاذ مفرح كانت في المستوى، وتبين لنا بأننا صراحة بكل صراحة أننا نحن القناصة عندنا نقص في الموارد العلمية تجاه يعني القنص وأدابه في الإسلام، وأوجب علينا ذلك أننا خصنا نقوم بعدة محاضرات في هذا الباب، لا سيما في جهة في مدينة المحمدية أو داخل الجهة، وفي الأحرى يعني بخصوص في ربوع المملكة. عدد من الأسئلة اللي طرحوها القناصة هذيك يعني أنهم كان عندهم واحد الشغف وحب المعرفة من طرف المجلس العلمي. أول مرة كتنظم ندوة بحال هذه؟ لا، في الحقيقة هذه ثاني مرة تنظمت محاضرة في هذا الباب. قبل كنا نظمنا واحد المحاضرة في الدار البيضاء اللي ترأسها أو اللي يلقى المحاضرة هو نائب رئيس المجلس العلمي لجامعة سباتة، كانت كذلك هي جد نيرة، لكن يعني لكثرة الأسئلة والتساؤلات التي يطرحها القناصة في هذا الباب، كما قلت سالفا أننا لازم أننا نعملوا باش نوجدوا محاضرات أخرين حتى نوروا جميع القناصة والرأي العام بصفة عامة. ومعنا رئيس المكتب الجهوي للقناص بجهة الدار البيضاء سليمان، نغسلهم الفرصة باش يوجهوا واحد النصيحة للقناصة تزامنا مع انطلاق موسم الصيد. كما قلت في التدخل ديالي في المحاضرات، هذه النقاط اللي لازم أننا نركزوا عليها، وأننا خصنا نبلغوا النية ديالنا تبتوها، والنية خصها تكون صادقة. النقطة الثانية خصنا نكون متسامحين مع نفوسنا مع القناصة ومع الصحة ديالنا، لأن أول يوم في القنص وشحال واحد ما تمرش ما دارش تمارين رياضية وغيمشي للجبال يقنص. ثالث حاجة راه مسؤول أمام الله وأمام القانون في الوضعيات اللي كيكون فيها في الغابة في القنص، واللي كنصح القناصة أنا كنتمنى لهم أنهم يحترموا القانون، ونتمنى لهم موسم قنص وافير وجيد إن شاء الله. شكرا صديقي.